وبنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. الكثافات دي بتستمر متقطعه لو مشينا للطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده. ظهرت سيوله مروريه بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا الى القلعه وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركه المركبات وصولا للمعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات الى منطقه وسط البلد بيشهد كثافات مروريه متحركه ونفس الامر في الاتجاه المعاكس. مع بعض دلوقتي نروح للجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود شارع جامعة الدول العربية، وده طبعا بعد افتتاح التوسعة الخاصة بالشارع عقب الانتهاء من محطة مترو الأنفاق. نفس السيولة موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو للمتجه لميدان لبنان، وعند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير. في محافظة الإسماعيلية هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقاً على حركة السيارات. طريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة. أما الطريق المتجه للإسماعيلية ففي سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية لكنها متحركة. في محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي سيولة مرورية. كمان في بعض الكثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في بعض الكثافات المرورية والغير مؤثرة اللي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.